حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، حجرة عائشة قريبة من المسجد النبوي الذي بناه عليه الصلاة والسلام. لكن لو أتوا إلينا وقالوا إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي والناس يتعبدون لله عز وجل في هذا المسجد، فهو حجة علينا لا حجة لنا، هكذا قد يزعمون. والجواب عن هذا من عدة أمور. الأمر الأول أن باني هذا المسجد من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البناء في حياته، فكيف يبني مسجده على قبره؟ هذا من المستحيلات. الأمر الثاني أن قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن داخل المسجد في أول الأمر، وإنما كان مدفونا في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن لما وسع المسجد النبوي دخل في الحجرة في المسجد النبوي. وبالتالي لا يقال بأنه يجوز أن يبنى مسجد على قبر استدلالا بهذه الحادثة. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد، فكيف يبني مسجده على قبره وهو حي؟ ولا يقال بأن دفن الميت في المسجد جائز. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن مع التوسعة دخلت الحجرة في المسجد. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. إذن البيت لم يدخل، وإنما حد انتهاء الروضة إلى بيته عليه الصلاة والسلام. لو قيل جاءت رواية عند مسلم: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، يقال هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام على أنه سيدفن خارج المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذا على التسليم بصحة هذه اللفظة، لأن أئمة الحديث قالوا إن هذه ليست صحيحة، إنما الصحيح ما بين منبري وبيتي. ولذا المسجد إذا بني على قبر يجب أن يهدم المسجد، لأنه ما بني على تقى، والذي لا يبنى على تقى وجوده كعدمه فيستحق أن يزال، كمسجد الضرار كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لعلة فيه. لما؟ لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء، كما قالت: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. وفي مسلم أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما لأن كلا المسجدين بني على تقى. ففهم من كلمة على تقوى من الله، فهم أن مسجد الضرار ليس مؤسسا على التقى. وفي المقابل لو دفن ميت في مسجد يجب أن ينبش ولا يبقى. ولو قال قائل: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصله مقبرة، كما جاء عند البخاري أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى هذه الأرض وإذا فيها قبور المشركين، فيقال: أبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين أم أنه نبشها؟ نبشها وأزالها. لما؟ لأنه لا حرمة لهم. ولكن لو أتى سلطان أو غيره من أجل أن ينبش قبور المسلمين ويضع فيها مسجدا فإنه لا يجوز. لو قال قائل: جاء عند البخاري أن زوجة الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم واسمها فاطمة بنت الحسين ابن علي، يعني ابنة عمه، لما مات الحسن ابن الحسن أمرت بأن تضرب قبة عند قبره وظلت سنة. ويلزم من هذا كما قال البخاري رحمه الله، يلزم من هذا أنها إذا ظلت سنة في هذه القبة أن تتعبد لله عز وجل، أن تصلي، أن تصوم، أن تذكر الله، أن تدعو الله. فلما ظلت سنة نادى منادي: هل وجدوا ما فقدوا؟
فقال آخر بل يئسوا فانقلبوا، فأمرت برفع هذه القبة التي هي خيمة. ما التوجيه لهذا الحديث وهذا الفعل؟ توجيه أن هذا فعل لم تقر عليه، بدليل هذا النداء الذي أرسله الله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله إما من الملائكة وإما من مسلم الجن، لأن مثل هذه العبارة التي قيلت لها عبارة إقرار أم إنكار؟ إنكار. الأمر الثاني أنها جلست من باب ما يفعله الشعراء في محاكاة الأضلال والمنازل لا من أجل التقرب. وعلى كل حال فليس في هذا دليل لمن تعلق بالقبور، إنما هو عليهم لما لأنه قيل لها أو وجدوا ما فقدوا، قال لا بل يئسوا فانقلبوا. الأمر الثالث في سبب وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أن الأمة لم تجمع على إدخال حجرته عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما جاءت قوة السلطة في عهد الأمويين فأجبرت المسلمين على هذه التوسعة، فنفذ الأمر حتى إن هذه التوسعة وصلت إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فانهدم الجدار فخرجت قدم، فرعب الناس يظنون أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبرهم عروة بأنها قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى إن ابن المسيب وهو أحد كبار التابعين لم يرضى بهذه التوسعة، ومن ثم فإنه لا إجماع من الأمة على هذه التوسعة. ولو فرض أنه إجماع فإن الجوابين السابقين كافيان فيما يتعلق بهذه المسألة. ومما يدل على عدم الإجماع فيما بعد لأن هناك قاعدة أصولية تقول لو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم وأجمعوا على أحد القولين أيكون هذا إجماعا معتبرا، مع أن عصر الصحابة لم يكن فيه وفاق حول هذه المسألة. وكذلك الشأن في أي عصر تنازع فيه العلماء على مسألة فجاء من بعدهم من أهل ذلك العصر وأجمعوا على أحد القولين أيكون إجماعا معتبرا أم يكون غير إجماع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم يرى أنه ليس بإجماع، ومن ثم فإنه لا إجماع معتبر في هذه المسألة لو حصل. وأما على القول الآخر وهو أنه إجماع فإننا نقع في حرج حول هذا الجواب، لكن الحرج يزول إذا علمنا أن من بعدهم لم يجمعوا. بدلالة ماذا؟ بدلالة أن من جاء بعدهم اتفقوا على أن يجعل ثلاثة جدران مثلثة من جهة الشمال بحيث لو صلى المصلي لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل الآن، ومن ثم فإنه لا إجماع حول هذه المسألة. وهذا يعد الوجه الرابع وهو أن القبر ليس في قبلة المصلين، لأن القبر أحيط بثلاثة جدران مثلثة، فلو صلى المصلي لم يكن مستقبلا لها. أما ما بداخل هذه الجدران الله أعلم بها. سؤال جيد وهو أن هذه التوسعة لماذا لا تهدم ويستريح الناس من هذه الفتنة أو من هذه الشبهة؟ أولا يقال بأن الشبهة إنما حصلت لفئة من الناس ممن في قلبه زيغ أو هوى أو ترسب عقائد فاسدة من قبل، لكن من أنار الله عز وجل بصيرته وقلبه وسمع ما سمع من النصوص الواردة دل على أن قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن مبنى عليه مسجده. الأمر الثاني أن الزمن يختلف عن الزمن السابق، فإن ذلك الزمن ما استطاع بعض كبار التابعين
أن يردوا على قوة السلطة، فكيف بهذا الزمن وليس المقصود السلطة التي عندنا، لأنهم حريصون على سلامة التوحيد، نحسبهم الله حسيبهم. ولكن المشكلة في ماذا؟ المشكل أن هذه التوسعة زيد فيها ممن جاء بعد الأمويين، فإذا هدمت ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها شقاق ونزاع يحصل بين المسلمين. ولذلك لما غزلت بعض القباب التي كانت موجودة في الدولة العثمانية أو من وقت الدولة العثمانية، حصل ما حصل من كلام ونزاع واختلاف، مثل ما حصل باتفاق الأمة على بقاء الكعبة على ما هي عليه. فهذه الكعبة ليست الآن مبنية على قواعد إبراهيم، ولذا عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر فنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، ولا أدخلت الحجرة في البيت. فعدل عليه الصلاة والسلام عن هذه المصلحة من أجل أن لا تحصل مفسدة أكبر، والقاعدة في الشرع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا لما جاء انظروا إلى اختلاف السلطة ولكل وجهة هم وليها، لما أراد ابن الزبير أن يقيمها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأقامها، جاء الحجاج وقال للخليفة آنذاك، قال إن ابن الزبير قد لعب في الكعبة وعمل فيها، فأمره أن يعيدها مرة أخرى. فجاءت الدولة العباسية وأراد أن يقيمها على ما أقامها عبد الله بن الزبير، فاستشار العلماء آنذاك فقالوا: نسألك بالله ألا تجعل بيت الله لعبة للملوك. فتركت على ما هي عليه، ليس عزا في إقامتها من حيث التكلفة المالية لا، ولكن خيفة من أمور تحصل. ولذا تصور لو أزيلت وجاء سلطة أخرى لربما عادوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وتوسع الأمر. ولو قال قائل: بما أن هذا الاحتجاج صادر من القبوريين، لما لا يخرج قبره عليه الصلاة والسلام وتنتهي المشكلة؟ لما لم يخرج قبره عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون هناك فتنة أو شبهة بوجوده في المسجد النبوي؟ والجواب عن هذا من أمور: أولا، مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام وخشيته، إذ قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. الأمر الثاني، مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إذ جاء في رواية أخرى بضبط آخر: ولولا ذلك أبرز قبره لكن خشي أن يتخذ مسجدا. فالخشية هنا على هذه الرواية واقعة من الصحابة، ويؤكدها الرواية الأخرى عند البخاري، وهي قول عائشة رضي الله عنها: لكني أخشى، والمتحدث هنا عائشة، لكني أخشى أن يتخذ مسجدا. الأمر الثالث، مخالفة إجماع الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم، إذ أجمعوا على أنه يبقى في مكانه. الأمر الرابع، مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وابن ماجه، إذ قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وهذا الحديث وإن ضعفه ابن كثير فإن الألباني رحمه الله قال: إن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. وابن حجر رحمه الله قال: إنه ليس بمرفوع، بمعنى أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف. وحتى على القول بوقفه كما حكم ابن حجر رحمه الله، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، فيكون في حكم المرفوع حكما. الأمر الخامس، أنه قد يترتب على إخراجه مفسدة كبرى إذا زعم أن في بقائه مفسدة، فإن في بقائه مفسدة صغرى لكن في إخراجه مفسدة كبرى، وهي أنه قال:
في دعائه كما سيأتي معنا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كان عليه الصلاة والسلام مع هذه الجدران ومع هذا التحفظ دعي من دون الله وتضرع إليه من دون الله، فكيف لو كان قريبا بارزا؟ الأمر السادس أنه لو أبرز قبره لربما تعرض جسده الشريف إما إلى التعظيم، لأن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وإما من باب الإهانة. ولذا في غابر الزمن تجرأت فئة في الوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام عن طريق الحفر، لكن الله عز وجل سلم جسده. فهذه الأمور تدفع القول بوجوب إخراجه من مكانه الآن. ولو قال قائل إن الله عز وجل يعلم ما سيكون، فلما لم يكن موته عليه الصلاة والسلام في بيت غير بيت عائشة؟ فالجواب عن هذا أن الله عز وجل يجعل بعض الأشياء امتحانا واختبارا، كما حصل في حكمة النسخ، فإنهم زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام يتغير قوله، وإذا قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والآية التي في سورة النحل وهي: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فإنها من باب الفتنة والاختبار. وأما كونه يموت عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة له فائدة. ما هي الفائدة؟ أولا محبته عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. وإذا في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين لما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وهذا معلوم لدى نسائه. ولذا سودة لما خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت يومها لعائشة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان ينقل به من بيت إلى بيت من بيوت نسائه، فكان يقول: أين أنا؟ أين أنا؟ ففهمت نسائه أنه يريد عائشة، فدخلت فاطمة رضي الله عنها، فرضي زوجاته بأن يمكث عليه الصلاة والسلام عند عائشة. من باب ماذا؟ من باب محبته عليه الصلاة والسلام لها ومحبته لأبيها. الفائدة الثالثة أن حجرة عائشة رضي الله عنها قريبة من المسجد، فلعله عليه الصلاة والسلام أن يجد نشاطا أو بعضا منه فيخرج فيصلي بالناس، وهذا قد حصل فإنه صلى بهم في مرض موته. الفائدة الرابعة أن في مكثه في بيت عائشة من باب التأنيس لأصحابه رضي الله عنهم. وإذا في اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام قال أنس: فرفع الستر فكأن وجهه ورقة مصحف ففرحنا. انظروا، قالوا ففرحنا. فقربوا عليه الصلاة والسلام ورؤيته لهم ورؤيتهم له فيه أنس وتثبيت، لكنه أرخى الستر عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة أن يكون عليه الصلاة والسلام مطلعا على حال أصحابه، كيف حالهم في غيبته. ولذا لما أراد عمر أن يتقدم فيصلي بالناس فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني حزين، يبكي، يغلبه البكاء إذا قرأ القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صيحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلهذه الاعتبارات أو لغيرها كان وجوده عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وإذا كانت تداويه مداواة مشفق، وكل ذلك شأن نسائه رضي الله عنهن، لكن عائشة رضي الله عنها كانت تضمه إلى درجة أن أخبرت أنه مات وهو على صدرها عليه الصلاة والسلام.